ان شاء الله متطوع موجود هنا لنا 10 ايام في معبر رفح، جايين سامين بيوتنا وعيالنا عشان خاطر نحس باهالينا ونسمع ان هم محتاجين بالفعل في فلسطين المواد الغذائيه والعلاجيه تخش ليهم. النهارده قدرنا نقدم رساله قويه جدا للعالم كله، شافوا الشعب المصري طالع ازاي، هو من رساله للعالم كله على فكره عشان كل واحد يعرف حدوده. جمهوريه مصر العربيه، القوات المسلحه بالشرطه المصريه بالقياده السياسيه بتاعتها قويه جدا، مصر قويه جدا، دي رساله للعالم كله، احذروا احذروا غضب المصريين. القضيه الفلسطينيه قضيتنا كلنا ان شاء الله. طيب قول لي اللي انت رصدته هنا على الحدود مع غزه خلال العشر ايام اللي انت كنت معتصم فيهم. جينا من اول يوم هنا كنا بننام على الارض، مفيش اي حاجه، قدرنا بعد كده بفضل المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المسؤوله. تمام. الناس يعني وفروا لنا كل حاجه، طلعنا من بيوتنا عازمين النيه ان احنا مش هنرجع البيت الا اذا الحاجات دي عدت للناس، لان احنا بنشوف في التلفزيون وبنشوف المعاناه بتاعت الناس دي، بس الاحساس برضو اللي يقف هنا ويشوف بعينيه ويجرب ويسمع الضرب ويسمع دي لحظات صعبه بتعيشها، وبالذات ابناء سيناء يحسوا بالكلام ده لانهم عانوا كتير. بفضل القياده السياسيه دلوقتي امنين مستقرين، بنشوف المحافظات كلها على مستوى الجمهوريه بتعدي سيناء لغايه المعبر، يعني لولا الظروف اللي احنا فيها نقابل الناس دي كل ترحاب، نفسنا كنا نشوف المحافظات دي كلها في ظروف غير كده، لان احنا دلوقتي امنين مستقرين في محافظه شمال سيناء، قاعدين صامدين في الخيام بتاعتنا. الشباب المتطوع معانا، الشباب اللي جانا النهارده ومشي بنشكرهم، يعني ادوا رساله للعالم كله. في شباب قاعد معانا، مرابط معانا، قاعدين مش ماشيين الا لما كل العربيات اللي انتم شايفينها دي تخش لاهلنا وناسنا في فلسطين. بنترحم على شهدائهم، بندعي لمصابهم ان شاء الله، قضيتهم قضيتنا، النصر قادم باذن الله، النصر قادم باذن الله. قول لي احساسك طيب لما بتشوف الصواريخ وهي نازله على قطاع غزه من هنا وانت واقف كده وسامع صوت القصف، يعني ايه بيكون احساسك؟ حاجات في القلب بتنزل، يعني اكنك بتضرب خنجر في قلبك، احساس صعب، احساس يعني مش عايز اقول لك. يمكن اكتر احساس احنا مبسوطين بيه هنا ان احنا بننام في الخيام وبننام على الارض، ده احساس خلينا نحس بالناس جوه، يعني احنا الاحساس اللي احنا راضيين بيه، العيشه اللي احنا قاعدينها في الخيام وقاعدين على الارض وكده، حاسين بالناس باي حد جوه، انما الصوت والصاروخ اللي بيطلع على غزه ولا اي حد في فلسطين، لكنه داخل في قلبك، في قلبك من جوه. واقسم